سريع نرجع نتبرك على سفرة الزهراء، سفرة الحسين صلى الله عليه، سفرة سيدات النساء، شفاء إن شاء الله. اللهم صل على
إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه مشيدا بفضلها ومنوها ومصرحا بعلمها ومقامها العلمي وشخصيتها عما أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. جعلت مدخل حديثي ونحن في رحاب بطلة كربلاء ثانية أمها الزهراء السيدة العقيلة عقيلة الطالبيين والعقيلة في اللغة العزيزة على أهلها الكريمة في قومها زينب الحوراء سلام الله عليها ابنة أمير المؤمنين. اتخذت من هذا الوسام الممنوح لها من زين العابدين إمامها وحجة الله عليها وعلى سائر الخلق بعد الحسين سلام الله عليه لكي أتناول وألج إلى مقامها وأتناول نماذج من شخصيتها، فإن شخصية الحوراء زينب سلام الله عليها ذات أبعاد كثيرة ويعجز القلم والبيان واللسان والذراع عن الإحاطة بهذه الشخصية. ورحم الله الشاعر حين يقول: فإن كنا النساء بمثل هذه أو كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. في الواقع ويتحقق فيها وهي النموذج الأكمل لقول أبيها أمير المؤمنين سلام الله عليه المصداق الأتم لكلمة لأمير المؤمنين. ورد ذلك الحديث في وسائل الشيعة الحر العاملي قدس الله روحه صاحب الوسائل، وأهل العلم يعرفون كتاب ومجلسنا ما شاء الله زاهر ويزخر بهم، خصوصا الإخوة الأعلام الذين وفدوا إلى هذا البلد المقدس وتشرفوا بزيارة مولانا الرضا سلام الله عليه. أسأل الله لهم ولكم جميعا قضاء الحوائج في هذه الليلة وفي هذا الشهر العظيم، وبشفاعة إمامنا أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه. أعزائي، الإمام أمير المؤمنين يقول: رب امرأة خير من ألف رجل. امرأة مؤمنة تقية ورعة تسوى أفضل من ألف رجل فاسق غير مقيد بنواميس الشرع، مهزوز جانب انتهازي، لا يملك موقفا سليما ولا يتخذ القرار الصائب في الأزمات ويجبن وينهزم، كما قرأنا الكثير والكثير من هذه النماذج وسمعنا عنهم وقرأنا سيرتهم في بدء التاريخ الإسلامي وحتى مع النبي صلى الله عليه وآله في الغزوات والحروب. ولا مجال للإطالة ولا نريد أن نبتعد عن حديثنا الحديث عن المناسبة وصاحبة المناسبة السيدة زينب سلام الله عليها. وإليكم لمحة سريعة عن سيرتها الذاتية، أشير ثلاث أبعاد من حياته. أعزائي، يعني حياته كما ذكرت أبعاد كثيرة، وإمكان الباحث كالمتكلم والخطيب أكثر من جانب، وكل جانب مجال واسع ورحب وخصب الحديث. الجانب العلمي، جانب التربية، جانب العبادة، الصبر، الفصاحة، شخصيتها سلام الله عليها، ثم تعاملها وهي سيدة بيت كأمها الزهراء سلام الله عليها،
طاعتها لأمير المؤمنين أم الزهراء، وهي نفس الشيء تعاملها وهي امرأة ذات مسؤولية، والمرأة عليها أمور مفروض عليها حسن التبعل وهو جهادها، إلا أن الجهاد في العقيدة زينب سلام الله عليها لم يتوقف ولم ينحصر، مو محجم بحسن التبعل، بل انطلق الجهاد داخل البيت مع بعلها وبنيها وخدمتهم، تربيتها وإخلاصها وإطاعتها لبعلها عبد الله بن جعفر الطيار ابن عمها. لا أكثر من هذا، أخذ حجم واسع. ولا أقصد ولا أعني بجهاد أنها تناولت سيفا وحاربت به، فإن جهادها بخطبها ومواقفها كما سنشير إلى بعضها أعظم من ذلك بكثير، فأدت ما عجز عنه الأشداء من الرجال حين جابهت الطواغيت والقتلة أبناء أمثال أبناء الأدعياء أمثال ابن زياد ويزيد بن معاوية السفاكين والظلمة، وألجمته. أعزائي، الجانب العلمي في العقيدة زينب سلام الله عليها هو الذي بدأت فيه وسأشير إليه، فالأبدأ بالسيرة الذاتية. ولادتها صلوات الله وسلامه عليها بعد ولادة أخيها الحسين بسنة أو سنتين، والأصح بسنة. الحسين صلوات الله وسلامه عليه في السنة الرابعة للهجرة ولادته، لأن اقتران النورين، اقتران النورين نور علي وفاطمة صلوات الله عليهما في السنة الثانية للهجرة اللي تمت فيها وقعة بدر، فالثمر الأول هو الحسن صلوات الله عليه ولادته في السنة الثالثة هجرية، الحسين بعده، تجي زينب بعده بسنة في السنة الخامسة، فهي الثمر الثالث من هذه الشجرة المباركة. هذه السيرة الذاتية باختصار أشير إليها حتى ننتقل إلى بقية الجوانب. أعزائي، يكفيها شرفا أن تسميتها من الله من السماء. احنا نقرأ في التاريخ، وهذا ما اتفق عليه المحدثون والمؤرخون، أن تسمية الحسن والحسين سلام الله عليهما كان من الله كما تعلمون، كذلك الحوراء زينب تعيين اسمها بواسطة جبريل من الله جل عظمته. هذه كرامة، هذا يدل على وراء شيء كثير من الجلال والعظمة. حق أستاذ الفقهاء، أستاذ المراجع، أستاذ فقهاء اللي تخرجوا من معهد أمير المؤمنين من النجف الأشرف، أستاذهم العملاق آية الله روحه الشيخ محمد حسين الأصفهاني قدس الله روحه، أستاذ المراجع في أرجوزته على الأنوار القدسية في ديوان شعره لما يوصل إلى المورد يبدأ: وجهت وجهي نحو كعبة الورى ومن تشرفت بها أم القرى. نفس عارف فيلسوف حكيم، أستاذ سيد بوي، أستاذ سيد الميلاني، أستاذ البراجي اللي أنجبته النجف الأشرف. وجهت وجهي نحو كعبة الورى، يعني زينب صلى الله عليه وسلم، كعبة الورى شنو؟ يعني قبل أن أتخذها القبلة شنو؟ التوجه القلبي للصلاة لما تتوجه، مو الجدران نفسها، ما وراء ذلك شيء. احنا مسألة مادية، المعنويات الذي انت لما تقبل ضريح الرضا عليه السلام وضريح الحسين تقبل حديد، وهذا ما خفي على بعض الأغبياء والجهال الوهابية العفنة النكدة حين يتهموننا بالشرك من جملة مؤاخذاتهم. انا اسمعني ما اقرأ عن الحديد، بس تجي على حال استشهادات واقع ما نفكر، لكن تجي يوم يؤاخذوننا من جملة مؤاخذاتهم أنه أنتم مشركون، أنتم عبدة التربة والتراب والحجر والأضرحة والأموات،
يقول لك حديد لا يضر ولا ينفع، ليش تقبله؟ اقول لك ان انا ما اقبل هذا الحديد نفسه، ليش ما اقبل باب حديد باب بيتي او باب بيتك او حديد اخر اللي عندي حتى او باب الخشب وما ذلك. امر على الديار وما اعرف الديار لشرفنا قلبي، ولكن حب من سكن هذه ديار مقدسه، هذه اضرحه طاهره. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، محط الملائكة ومهبط الملائكة. أنت ما تشوف الملائكة اللي تحف بهذا الطريق الذي قصدت الآن، طريق الرضا. السلام عليك وعلى الملائكة الموكلين بحرمك المستغفرين لزوارك المؤمنين على دعائهم. مؤمنين يدعو لك زوار حسين وزوار الرضا. زينب سلام الله عليها يقول الشيخ اصفهاني على الله مقامه: وجهت وجهي نحو كعبة الورى، ومن تشرفت بها أم القرى. نعم، لأن عارف ما يعرفك ما يثبتك، شيء طبيعي هذا. أعزائي، تعيين اسمها من الله كما تم تعيين اسمي شقيقيها الامامين الحسنين من السماء. هذا كافي بعد. هذا وراء شيء كثير. اذا صرت وقيل يعني ابتعد عن الابعاد الجوانب الاخرى. الامام امير المؤمنين صلوات الله عليه يبتهج بميلاد هذه الوليده، وكان ميلادها في الخامس من جمادى الاولى على الاشهر الاصح. وترعرعت وترتضع من درب العصمه لامها الزهراء، وتترعرع في احضانها، وامير المؤمنين يشرف بنفسه على تربيه ابنته، ياهلها تقوم بهذا الدور الثقل. يكفيها انها تحافظ على سلامة وتذرع الخطر عن سلامة امامها ووليها زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، كما سنشير في عدة مواقف تشوف الخطر يداهم الخطر محدق بإمام زمانها زين العابدين. وإذا تنزل بكل ثقلها إلى الساحة تدرأ الخطر عنه، وهذا تكليف الشرعي وهذا جهاد، وكان يعني نوع من جهادها، صورة من صور جهادها. الإمام صلوات الله وسلامه عليه أشرف على تعليمها بنفسه. أصبحت زينب، شو هالكلمة زينب؟ بعضهم يقول زينب مركبة، زين أبيها مخفف، هاي زينب أساسها زينب يعني زين أبيها زينة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله يرزقه بنت واحدة تكون مفخرة الدنيا لأمير المؤمنين يفتخر بها، الحسن والحسين وأبنائهم يفتخرون، وأبوها رسول الله يتفداها، يقول فعلت ما أراد أبوها، فداها أبوها بمرأة. ونسمع من الصحابة هذه ثانية أمها الزهراء، هذه هم هالمستوى دونها في الشخصية، فهي ثانية أمها في كل قضاياها. أشرف على تربيتها وتعليمها وغذاها بعلمه، فكانت راوية للحديث. وأعود إلى سيرتها الذاتية بذكر تاريخ وفاتها وتحديد قبرها، وأشير إلى كرامة ضمن الحديث إن شاء الله من كراماتها. أعزائي، نريد إحنا مجلسنا يكون تعبيرنا مطعم منوع، يعني مو جمود جهة واحدة، وإنما تكون تعم الفائدة، وإن شاء الله تؤجرون بعد القراءة أيضا. هاي كل سنة المجلس والأخوة سينضم إلينا جماعة كثيرون إن شاء الله، فلطم مراسيم العزاء
أداء حق هذه السيدة المظلومة المجاهدة زينب سلام الله عليها البطلة. طبيعي بعد ذلك تتبركون بسفرة السيدة زينب سلام الله عليها. اختلف في سنة وفاتها، عرفنا ميلادها بزور نجمة، بزور هذا النور وأفول هذا النور اختلف تحديدا، قيل سنة 64 وقيل سنة 62، رواية ما عاشت إلا سنة ونص بعد واقعة كربلاء، رواية 4 سنوات، رواية واختلف في موضع دفنها أيضا أعزائي، رواية في المدينة، رواية في مصر، رواية في الشام، إلا أن الأصح والأثبت والذي كاد أن يجمع عليه المحدثون والمؤرخون قرية راوية شيخ محمد حسين حرز وغير سيد محسن أمين عامد أعيان الشيعة الله مقامة شيخ حسين حرز النجف في صاحب معارف الرجال وغيره وغير المرحوم سيد جواد الشبر على الله مقامه، السيد مهدي خرسان بحاث محقق الحجة سيد مهدي خرسان حفظه الله، وعنده قصيدة رائعة جدا لأن هذه القرية اسمها الراوية، وسأتلو عليكم أبياتا من قصيدته اسمها الراوية، هذه اللي الآن قبر السيدة زينب سلام الله عليه يخاطب هذه المنطقة، فالتحديد أنه هو هذا قبرها. هنا إليكم بيتي أنا ثلاثة من قصيدة يوم أنا ذكرت الكتاب هنا بالقصيدة السيد الخرسان حفظه الله، تيهي جلالا يا لقاع الراوية وتطاولي شرفا بمثوى الزاكية، أدريت من حلت رباكي فطهرت منك الربوع من الكلاب العاوية، تلك العقيلة زينب، تلك العقيلة زينب تنمى إلى شرف يطول على السماء السامية، والمرأة الزهراء فاطمة أمها حدبت عليها وهي تدعى الحانية، وإلى علي وهو خير برومة نسب تبلت كالسماء الضاحية، والجد أحمد من أتى بشريعة، ثم يقول والجد أحمد من أتى بشريعة تهدي البرايا للقيامة باقية، اروي الحديث يخاطب المنطقة راوية، اروي الحديث وأنت بعض شهوده زينب وصلة دمشق، وعشت أنت محنة أهل البيت في الشام يا أيتها الأرض البقعة الطاهرة التي صارت مضجع للسيدة، اروي الحديث وأنت بعض شهوده والقول منك مصدق يا راوية، وتحدثي بالجيل عن قوم مضوا في الجيل وهذا العصر ضمن الصالية، كم بالشآم عجائب مرت بها الشام من نافعات عن القرون الخالية إلى يستمر 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 قبر معاوية وقبر السيدة رقية وقبر زينب سلام الله عليها وجهادها يستمر، فشقيقة السبطين حفحفت بالذي عن حمله كل الرواسي، واهية ما تتحمل الرواسي الجبال لكن زينب تحملت، قد قابلت كل الخطوب بصبرها مهما تحيط بها الظروف العاتية، اسمها راوية المنطقة، واللي يثبت هذا عندنا كتب مصادر كثيرة، أنا أذكر المصدر الثلاثة أعزائي، صاحب خطط الشام محمد كرد علي المغريزي أمكو كتابه تاريخ الشام وخطط الشام، لما يذكر قبر السيدة زينب يذكر أقوال والدها هناك، ويثبت كما غيره يثبت، وكما هناك كتاب تصريح لشيخ من شيوخ الأزهر أيضا يثبت هالحقيقة، أن القبر الموجودة في مصر في القاهرة الآن مشهد ومزار مهم وأهل مصر يتبركون بهذا القبر، دكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطر تقول هناك وماخذة عن بعض المصادر عن عبد العبيدي وغيره، هذا ليس صحيح اسمها صاحب القبر زينب هي، لكن حسنية الأعزائي
حسنية، وليست زينب ابنة الزهراء فاطمة، وليست زينب ابنة الزهراء سلام الله عليها، إنها زينب بنت يحيى الملقب يحيى المتوج ابن إدريس بن عبد الله بن الحسن المحر، حسنية جدها الإمام الحسن سلام الله عليه، يذكرون ذلك. أكتفي بهالمقدار، فالأصح أنها في الشام في الراوية هذا حيث قبرها الآن، وهناك كرامات سأشير سريعا إلى بعضها خلال حديثي. وأعود إلى ما ذكرت، أبعاد ثلاثة أعزائي: علمها وحجابها وصبرها. إلى جانب العبادة راح يجي صبرها. علمها ما بدأت به الحديث، شهادة وسام وتزكية من إمامنا زين العابدين، والإمام سلام الله عليه لا يبالغ ولا يغالي في كلام، وأنا إذا حبيت واحد صعدته كل شوية، إذا كرهت نزلته أعطيته حتى حقه اللي فيه سلبته منه وما فيه، وإذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره يقول أمير المؤمنين، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. الإمام زين العابدين يبين الحقيقة ولا ضروة، نعرف ذلك أعزائي مقام هذا العلم اللي يثبت أن هناك إشارات وتصريحات وتلويحات. الشيخ جعفر النقدي رحمه الله من أعلام النجف رحمه الله عند كتاب زينب الكبرى يذكر هناك رواية، أنا شايفه وعندي الكتاب وقع أخيرا طبعا في بيروت طبعا منقحة كما طبع سابقا في النجف الأشرف. يقول: كان مولانا سيد الشهداء صلوات الله عليه مشغولا بتلاوة القرآن، إذ دخلت عليه فخر المخدرات زينب أخته. بيد المصحف مولانا الحسين ترك قراءة القرآن وقطع وقام إجلالا لزينب. أنت أعرف بعد، مو أنا الأبو، إمام أخوها وأكبر منها. شنو هذه مسألة؟ هذا شيء يبغى شكر وراء هذا؟ ماذا يدل؟ قام إجلالا مشغول بالقراءة تلاوة المصحف الشريف يتركه ويقوم إجلالا لها، مو بس يترك، يقوم يوقف على قدميه لزينب، هاي اللي هي تواصل المسيرة وجهاده بعده، التي حملت اللواء حين هوى، اللواء لواء الحسين لواء جهاده، اللي حامل أبو الفضل هوى حين هوى حامله، وصاحب الثورة والنهضة المباركة أدى دوره، لأن قضية كربلاء حلقتين أعزائي، الحلقة الأولى يمثلها الرجال، دور الأول يمثله الرجال، حتى يسفك آخر قطرة من دماء العترة عبد الله الرضي سيد الشهداء، تسهب روحه الطاهرة وينتهي. المسؤولية الثانية والدور الثاني تقوم بها النساء، تقوم به النساء وعميدة النساء كما تعلمون زينب سلام الله عليها. أرجوك هذا التحمل، هذا يجي من العلم من الإيمان، هذا الصبر، هاي الحركة في وضع الوضع ماذا يتطلب؟ تعالج الموقف بالصبر وحل القابل، يتطلب شدة تنزل كل ثقلها إلى الساحة وتجابه الطواغيت والقتلة. أدت دورها. الجانب الثاني أعزائي حيث لا يسمح لنا الوقت بالإطالة، حجابها. نقرأ في التاريخ صلوات الله وسلامه عليها عنها سلام الله عليها أنها، والوضع هكذا يتطلب اللي تعيش تترعع في بيت الإمامة والعصمة، جدها رسول الله، أبوها علي، أخواها إماما،
أمها الزهراء، هل جو المفعم بالإيمان والتوحيد والفضل والحجاب والشرف والصيانة لو تكون بهالمستوى؟ يوم كانت بالمدينة المنورة لا تخرج إلى زيارة قبر جدها النبي إلا ليلا كما يروي شيخ جعفر وغيره من المؤرخين، فإذا خرجت نصف الليل المسجد لا يخلو من متهجدين، هناك أضوية وسرج وفوانيس، ما تخرج وحدها، الإمام لا يوافق، أبوها أمير المؤمنين معها، إخوتها، إماؤها قد أحدقوا بها، فإذا قربوا من المسجد الشريف يسرع الإمام بنفسه يطفئ ضوء القناديل فيسأله الحسن سلام الله عليه الجواب: بني أخشى أن يقع بصر أحد متهجدين بالمسجد معتكفين موجودين يقع بصره على شخص زينب، زينب محجبة جاية وغير، مع ذلك يشوف خيال زينب شايف. إذا لا نستغرب من أحد الرواة حين يقول ينسبها ليحيى المازني أو غيره، على كل حال جاورت دار علي بن أبي طالب بالكوفة 4 سنوات أو 5 لأنه يعني 5 سنين عاشوا بالكوفة، فوالله ما سمعت لزينب صوتا ولا رأيت لها شخصا. نعم، وأهل الكوفة يوم اتخذ أمير المؤمنين سلام الله عليه الكوفة عاصمة له، هاي المدينة العريقة، هاي العاصمة اللي الإمام اتخذها عاصمة مدينة، يعرفونها الحقيقة، يلمس ويدركون حرص الإمام وغيرته على ثروات البيت الهاشمي الرفيع. يوم أرسل الإمام الحسن إلى المدينة ليأتي بالكرائم من المدينة بعد أن رجع من البصرة، حرب البصرة انتهت، الإمام استقر في الكوفة، العاصمة صارت الكوفة، فأرسل على حرمه يا الإمام سلام الله عليه، طلع من المدينة للقضاء على الفتنة الداخلية، طلع الزبير وعائشة في البصرة، فانتصر وقضت انتهت، اجى سكن الكوفة، فأرسل الحسن عليه السلام خلف عائلته جابوهم، اتخذوا قرارا ذاك اليوم، الرجال احتجبوا في البيوت، تعبيرنا منع تجول الرجال، وقالوا أمير المؤمنين عائلته تدخل فقط نساء طلعا لاستغفر الله يرحمه، يسمع كلام الشيخ اليعقوبي شيخ محمد علي الاستاذ الغضباء وهو عالم محقق، يذكر اذا تريد المصدر تنقله مني. وكان ما يتكلم على كلام الشيخ اليعقوبي شيخ الغضباء ورحم الله الجميع، جميع من خدم مدرسة الحسين مدرسة أهل البيت، ورحم الله عميدا من بيت حسين الدكتور الوائل الفقيه قدس الله روحه، اللهم أنزل عليهم شهابي برحمتك هذه الليلة، وارحم جميع مراجعنا وشهدائنا وخدمة أهل البيت، وارحمنا يا الله ليلة نصف رجب، ليلة الرحمة، ليلة البركة، الشهر العظيم. قالوا احنا ما الامام حريص ندرك هالحقيقه، انظر في البيوت والنساء طلعن من وسط القادسيه، الامام الحسن قال احنا قربنا من الكوفه، فراس الامام اعلن عائلتي جايين، فالقرار اتخذوه رجال وزعماء قبائل الكوفه، الحق القرار اتخذوه تكريما لسروات البيت الهاشمي، دول بنات رسول الله، هؤلاء دول بنات الزهراء، هذه زينب فيهم، وما أدراك ما زينب بنفسي من حوت أسمى المزايا ومن للمكرمات، هذا الشاعر اسمه حجي حسين وهج رحمة الله عليه، غدت خليلة ومن يسم الثناء بها ويحلو وأكدر بالنعوت المستطيلة سليلة حيدر مضل الموالي، عبد الله بن عباس بمد فمه يفتخر بها إذا حدث عنها الحديث، يقول حدثتنا عقيلتنا زينب، عقيلة. الجانب الآخر أعزائي صبرها، وأي صبر، صبر زينب، وأنتم تدرون اللي جابه الظالمين ولا يلين لها عود، هاي الفصاحة، هاي الشجاعة القلبية من أين تملك والمرأة تنهار،
من أبسط كانت تحل بها، فكيف إذا عاشت المحنة مجازر أمام أولادها؟ لكن اسألني هم بكت على أولادها أبدا، لكن من يطيع علي الأكبر لغبت الدنيا علما، لأن خوفا على الحسين راح يموت ابنه طلعت وولداه ونور بصره، يعني ما راح يموت عند ابنه. هي تسلي الامام، هي تسلي زين العابدين يوم 11 يوم مروا بهم على مصارع الشهداء، ما لي اراك تجود بنفسك يا بقيه اهلي، وهمت ان ترمي بنفسها. زينب هي عاقله، زينب حكيمه عالمه فاضله، زينب ما تدر روحها على فويلة، هي ألقت في كيف بقية الأطفال، لكن تشغل بال الإمام وتصرف ذهنه، لأن زين العابدين كان يجود بنفسه. إمامها كما ذكرت لكم راح حل الخطر وحدك به، دارت عيناه في أم راسه راح يموت. عليها أن تحامي وتحافظ على سلامة إمام زمانها. وبالفعل ما لي أراك تجود، قال عمه ولبنا، وأنا أرى أبي قد أرى أبي وإخوتي وأهل بيتي على الأرض بلا صلاة، لا يهولنك ما ترى يا ابن أخي. ذكرت لحديث عظيم أن السبب تبقى الشكل. ببركة دعاء الحسين مر بيده على صدرها وقلبها ليلة العاشر حين أوصاها وبينها الحقائق، أنها تعيش المآسي وتشاهد المجازر عليها أن تصبر، يقولها عندك رسالة تؤديها يا زينب، أنت لعيالي، أنت اللي تقفين أمام ابن زياد. والواقع ليش أخرجها الإمام ولماذا حمل؟ أنا الآن أغار على أهلي وأنت تغار على أهلك وزوجتك وحرمك، ما تعرضها الأجانب تتحاشى، شيء طبيعي والمسلم وغيوره سيد الشهداء، لماذا يخرجها؟ يدري ذولا أوراد. ولكن الهدف جدا مهم، ما يتحقق هذا الهدف الا بخطاب زينب. تدخل مجلس ابن زياد ويزيد وعليها رث ثيابها، الله يقدس روحها، علم من اعلام الطائفه السيد مرزا حسن الشيرازي الكبير صاحب فتوى التنباب، سامر الخطيب يقرا بيته في مجلسه في وفاه زينب كان يقيم، يعني هو هذا السيد رحمه الله راح لزيارة زينب، هو وعالم آخر من طهران من تلاميذه أو من تلاميذ أتلة الأنصاري رحمه الله الشيخ ملا علي الكني، كان كفر سيدهان دخلوا الحرم ودبوا عليهم، لزموا المكنسة قاموا ينظفون ويجمعون القمامة والحرم. زينب مرجع تلميذ الشيخ الأنصاري، هذا من دلالة قبره. نعم هو جالس بالحرم، يجي واحد مو بالحلم ولا بالطيف، يجي واحد يقول انا رسول الامام حجة لك شكرك على انك نظفت هذا الحرم، حرم ممتاز جدا. نعم السيد مرزي حسن على الله مقامه مدفون جنبه قدوسي، مدرسته ومنبرته هناك يسير عليها الشيرازي هناك على الله مقامه. في مجلسه الخطيب يقرا دخلت زينب ابنه علي مجلس ابن زياد وعليها صاح بس شيخنا كافي الخطيب لا تكمل زينب وتضوها المجلس لين ابوين تدخل مجلس يزيد، هذا كافي للانسان الغيور، من تكون زينب ومو ذاك المستوى، انا وين وين الدواوين، انا مدللت عباس وحسين. الله اكبر، زينب تدخل على الاوغاد وعليها ارث ثيابها، دخلت متنكره لان يعني تعرف ابن زياد وغد. أعزائي ماكو مجال أنا أذكر كرامة من كراماته، ليش الله ما يعطيها هاي الكرامة؟ هاي اللي مظلومة أصبحت باب من أبواب الحوائج، خلونا ندخل للمصيبة، ليش الله ما يعطيها هذا الشرف وتصبح زينب الآن قبرها منار المعاجز تتوالى؟ المرحوم حج مهدي الببهاني، مسجد الببهاني بالنجف موجود، هذا راح هناك شيد قبرها وزع وبنى وجمع الدماء الرعاة، هو نفسه أصيب في قدميه، رادوا يبترون ساقيه، أصيب على أساس يجرون عملية، ما دام ترتبط بزينب خليني أذكرها مرور سريع، يجرون عملية في بيروت يبترون ساقيه كليهما، الليلة اللي يدخلوا المستشفى هو بالمستشفى، بكرة يجرون العملية ويبترون ساقيه. توسل بزينب وبكى
سيدتي أنا خادمك، عندي خادم يدارو، أنا ما مشكلة لو أموت، لكن أبقى سقط هالشكل هي اثنينهن، وأنت كريمة، أنت أخت الحسين، بجاهك على الله وبحق أخيك الحسين الذي تلفتي نفسك من أجله وأجل عيانه ومدرسته وجهاده، سل الله شفائي. الصبح على أساس يجرون العملية دخلوا قال لهم طلعوني وأروح أزور زينب، ما يمكن أنت عملية، قال لهم لا أريد أروح أزور زينب هناك من قربة، حكي أنا باع عند بنتها وقلبي مستبشر مبتهج، أريد أروح من قرب أيضا، أمسح القدمين بقبرها وآخذ من التراب ضريحة. وبالفعل جاءوا به أولاد وجابوه وبيتوا ذيك الليلة، قال لهم أرجع لكم إن شاء الله أخذ شفائي، إذا ما حصلت أرجع لكم أعزائي. وتم له ما أراد، فعاد سليما ليشوفها وقد مسحت بيدها على قدميه من على ثيابه طبعا، قام يقول له قوم بإذن الله. طبعا هذا كرامة من كراماته، واحدة من آلاف أعزائي. شلون زينب؟ الشيخ الأمين يقول اقسموا على الله، شفت الإمام أو ينسب الحج، اقسموا على الله بعمتي زينب واضطرابها اللي نقصدها منا، السلام على الأسيرة في البلدان، السلام على النازحة عن الأوطان، السلام على كعبة الرزايا والمصايب، مزيان بالحجون علي وويلة. آها قال دمعة حارة هاي اللي تسكب على زينب بالليل الواسي، يدخل السرور على الإمام الحجة، الإمام الحجة معنا صاحب العزاء كأني به، الحسين يفرح الزهرة، نزيان بالحجون عني، سليت المصايب ما سللي، أنا تبربرت بالزغر، يا سيدي صار البجا والنوح. اي لابد تبجي، انا مذكر انك عندك استعداد ويوم الرضا والليلة الجمعة. فجعت بأبيها بجدها وأمها الزهراء وأبيها والحسن ومصيبة كربلاء ومصيبتك يا حسين أعظم خويا، علاقة عندها بالحسين سبحان الله، يقولون كان إذا بكت بتهدأ إذا شاف الحسين حملها على ذراعه، تهدأ تستقر بأمان وطمأنينة. يذكرون بعض الأساتذة كانوا هاللقطة، سيد الشهداء يدخل عليها وهي طفلة نائمة في حجرتها، رأى الشمس واقعة بحرارتها وشعاعها تسطع من النافذة، من النافذة على زينب، زينب نائمة والشمس تلوحها، وقف أبو عبد الله يحمي عنها حرارة الشمس، يمنعنا حتى لا تتنغص نومة زينب. بعد ساعة انتبهت تشوف أخوها واقف، أبو علي واقف، واقف انت جاي ولا نايمة؟ اي خويا شفتش نايمة، رأيتك وقفت احمي عنك من حرارة الشمس حتى لا تتنغصي بنومتك. قامت خويا هم يجي يوم اجازيك ابو علي، هم يجي يوم، مرحبا ها صار عندك استعداد، صار عندك تهيؤ، تبكي على الحسين وثواب البكاء يوم ميلاد الامام، قال والنبي ثواب البكاء على زينب كثواب البكاء على اخيها الحسين، يعني هي وياه كل موقف. ابو علي يجي يوم اجازيك ووافيك خوي، اجى ذاك اليوم تدري شو كنت ها؟ يوم عاشوراء وليله الحادي، اين وقفت ومعها الكرايا، خويا اقعد خواتك دايره ربيع، خويا اقعد خواتك دايره عليك ومن خوف العساكر فرق، ما ويلاه هاي زينب هذا جلالها، هاي اللي عندها مجلس تفسير القران واحكام فقهيه بالاعياد، عيد الفطر عيد الاضحى، نساء اهل الكوفه ترسل ازواجهن
الأمير المؤمنين اطلبوا لنا إجازة ورخصة من الإمام ندخل على زينب نسلم عليه. وإذا الإمام يهبى ليش؟ كان في سولفة تحدثن أزواج يحدثن أزواج بجمال خدر عظمة زينب. الإمام ما يقبل، كان يشوف بنت على علاقة العجفة تجول بوادي كربلاء الصيح وضيعتنا بعدك بين أطناب المخيم الخيمة المحروقة ولن عنها. اللي كان يطفئ الضوء القناديل عن زينب خليجي وإذا بها السيرة. أسالف لك يا هالعادي يا وجنت بالكوفة وبوي على الخلق سلطان بيامه المعروف. موضوع الشيخ سعد حسين الله رحمه من يجبل علينا العيد تحب الوالد بجفوفه تقلوله لسانه تريد تعيد زينب بهالعيد تحب منها الجنب واليد ابوي فهل ما يرضى بيهن زين عقب هذا كله واذا انا اسيره بالكوفه بعاصمه امير المؤمنين شمر عن يمينها عقب ذاك الخدر لن يذلل مهبط الراس عقب ذاك الخدر لن يذلل مهبط الراس وخوفا بلدت الكوفه وتتفرج علي الراس ولن الواد يقولون هاي اخت البطل عباس صحت يا هضمة الهضمة عقب الخدر والحشمة علي يا اسم الدم اخيرا قاست الام رجعت للمدينة تقيم عزاها وتحرض الناس على الطلب بدم الحسين صلوات الله عليه وصارت ترجع من مجاعة للشام عندها ذكريات مرة يعني صار المدينة مجاعة زوجها عبد الله بن جعفر الطيار بن عمرو عنده أراضي زراعية ومقاطعات هناك صارت ترحل يروح للشام دخلت على زينب زينب على زين العابدين عم شلون أعود للشام أنا هناك تأسفت سبوني للشام يقولوا لي بنت الخارجي قال عم لا تعصيني بعدك بس انا اضمنك لا تعصي له امرا انا اضمن طبقين الشمال ما تشوف الشام بالفعل وصلت الى حيث قبرها الان بالليل باتت هنا المصيبه هنا كانت النهايه الصبح اصبحت تشوف شجره وياها جاريتها هاي الشجره صلب عليها غاز وابيع لما راحوا بسفرته الاوليه كلها تعرفين هالشجره هي أنت عادت أحزانها وتجددت حقد حزنها يا حسين يا حسين رد حزنك علي يا حسين رد حزنك علي والله منكرت يا منها والراس امامك وتشوفون الجسد خلي فيه جثه بلا راس شفتك والسيوف عليك والزارب شفتك عثر مطروح هذه زينب ومن قبل كانت فرج عنا يا الله طبعا مجلس مستمر حيدر المجلس مستمر نطلب ان شاء الله ولعزه وترجرون ليله الجمعه الله يتقبل اعمالكم الهنا بحرقه قلب زينب الهي باضطرابها والكرائم ليله الحادي عشر فرج عن المضطرين فرج عن المكروبين اكتب الصحه والسلام على الزوار والمسافرين وردهم بقضاء حوائجهم عجل فرج وليك منا على المرضى بالشفاء والعافيه يا الله تغمد الماضين منا برحمتك
الى امواتكم ومن مات على الايمان وارواح العلماء والسادات والشهداء ومن سلف من هذا المجلس والحسينيه وكل خدام الحسين. الفاتحه مع الصلاه على محمد وعلى اله.